فيسرنا نستضيف الدكتور محمد الراشد من قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية. حياكم الله دكتور محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي إبراهيم، الله يبارك فيك إن شاء الله. وفيكم بارك، حياكم الله دكتور محمد. بداية في هذه المقابلة بودنا نتعرف على المؤسسات التعليمية في جمعية الرحمة العالمية. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. جمعية الرحمة عندها مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والمهنية والثقافية خارج الكويت، وهي بدورها تتابع هذه المؤسسات التعليمية في تقريبا قرابة أكثر من 20 دولة. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكل هذه الجهود. لذلك بودنا نتحدث عن منظومة القيم المؤسسية والأهداف التعليمية والتربوية لقطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية. أخوي إبراهيم، المؤسسة لقطاع التعليم وضعت مجموعة من القيم ومن خلال المسيرة التعليمية أسسها في نفوس المتعلمين من خلال الأمانة، القدوة، الشفافية، الإبداع، المؤسسية. هذه قيم تم رفعها، والهدف العام للمؤسسة هي توفير البيئة التعليمية المناسبة لمساعدة المتعلمين على اكتساب الكفايات الأكاديمية والمهنية بصورة وظيفة إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم واستعداداتهم في ضوء الثقافة الإسلامية ومتطلبات العصر، بما يكفل التوازن بين تحقيق الأفراد لذواتهم ومشاركتهم البناءة في التنمية المستدامة في مجتمعاتهم وأوطانهم. وضعت مجموعة من الأهداف التعليمية، منها إكساب المتعلم المعارف والمهارات النوعية وتكوين اتجاهاتهم الإيجابية، كذلك بناء الشخصية الطلابية المتوازنة والمتكاملة في أبعادها المختلفة، وكذلك بناء نظام تعليمي داعم ومحفز للتعلم ومساهم في تحقيق مخرجات متميزة، وكذلك تحسين المهارات الفنية المتنوعة لدى المتعلمين استجابة لاحتياجاتهم في سوق العمل. كذلك أمر مهم جدا الاهتمام بتعليم اللغة العربية كونها وعاء الثقافة الإسلامية. هذه يعني بعض الأهداف اللي احنا اتبعناها تسعى لها المؤسسة في قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية. نعم، جميل. بالنسبة إلى دكتور محمد الراشد من قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية، بالنسبة إلى أهم البرامج التدريبية التي قام بها قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية. يسعى قطاع التعليم يعني في تطوير المنظومة التعليمية، وخاصة عندنا احنا المعلم وهو يعتبر الأساس، لأن احنا عندنا المعلمين في شتى أنحاء العالم، يعني قرابة 4500 ما بين معلم وإدارة، فتسوي تقريبا كل شهرين ونص تكون هناك في دورات تدريبية عن طريق الأونلاين. ماشي، نأتي بناس مختصين في هذا المجال ويكون هناك إعطاء البرامج. من بين هذه البرامج كبرنامج تدريبي وتم عمله منذ فترة الطرق الإبداعية في الإدارة الصفية تحت شعار هيا
لنرتقي. الهدف العام من البرنامج الارتقاء بالمعلمين والمشرفين التربويين بواسطة برامج وأساليب الطرق الإبداعية في الإدارة الصفية. كذلك برنامج تدريبي ثاني بعنوان الدور المجتمعي للمؤسسة التعليمية. شعار البرنامج نحو مؤسسة تعليمية تنهض بالمجتمع. الهدف العام من البرنامج تفعيل دور المشاركين في تحقيق التواصل المجتمعي الإيجابي لمؤسسات الرحمة التعليمية والثقافية، وحث المشاركين على تبني قيم الخدمة العامة والانفتاح الإيجابي على المجتمع، والتعريف بمجالات العمل المجتمعي للمؤسسات التعليمية، وتبادل التجارب والخبرات فيما بين المؤسسات التعليمية المشاركة في مجالات العمل المجتمعي. كذلك برنامج تدريبي بعنوان الألعاب التربوية مهارات التصميم والإنتاج، تحت شعار نحن نتعلم أو نحن تعلم ممتع. الهدف من هذا البرنامج رفع كفاءة المعلمين في طرق توظيف تكنولوجيا التعليم وتصميم مستحدثات ومواقف تعليمية مبتكرة من خلال إنتاج ألعاب تربوية. كذلك في مجموعة من البرامج، وكذلك يعني من البرامج إرسال رسائل تربوية، وهذه الرسائل التربوية من يعني إحنا عندنا من الكويت كمركز رئيسي، هذه الرسائل ترسل الدول اللي إحنا نشرف عليها تعليميا، يكون تباحث هذه الرسائل التربوية وتدارس هذه الرسائل التربوية. تقريبا كل شهرين هم كذلك نخرج برسالة تربوية، منها يعني تكلمنا من قبل يعني فضل الأشهر الحرم ومواسم الخير، كذلك رسالة أخرى سطور حول الهجرة النبوية، كذلك اختيار الصديق، كذلك الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كذلك الإحسان أعلى مراتب الإيمان، وهكذا. هذه الرسائل كما قلت إنها ترسل للمعلمين ويتباحثون يعني في القسم التعليمي و نعم جميل. إذن نعم دكتور محمد الراشد من قطاع التعليم في جمعية الرحمة العالمية، نشكركم جزيل الشكر.